ونقول أن مجلس الوزراء أعلن أن السيد رئيس الجمهورية قد اعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد طبيعة التعامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأماكن اللي هتعمل الحكومة منها تخرج. ودي كانت مطلب كبير من عدد كبير من المستثمرين المصريين وبعض المؤسسات الدولية. هذهب إلى الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وندردش شوية حول هذا الموضوع. مساء الخير دكتور مدحت. خير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. يعني ايه وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ دستور اقتصادي، يعني يحدد لك كيف واين ومتى يتخارج المال العام من شركات قائمة، ومتى يزيد من ملكيته او تزيد الدولة من ملكيتها في بعض الأنشطة الاقتصادية، ومتى واين تستقر ملكيتها كنسب في بعض الأنشطة القائمة والأنشطة الجديدة المزمع إنشائها. خريطة كاملة بتضع في خلال أعوام ثلاثة هذه النسب بشكل واضح وبشكل تفصيلي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وبشكل واضح للمستثمر، في إشارات إيجابية طبعا بأن الدولة لن تزاحمه أو لن تزاحم القطاع الخاص، وإنما ستفسح المجال إلى ما نسميه بالكراود إن بدل الكراود أوت، يعني أن يزاحم القطاع الخاص الملكية العامة في كثير من الأنشطة التي ما كان للدولة في الأساس أن يعني تدخل فيها أولا، أو التي رأت الدولة الآن أنها استقرت وأصبحت قائمة ويمكن أن تستمر وتعمل. طب ده ينعكس إيه على الوضع الاقتصادي؟ ده ينعكس إيه على إيجابيا يعني؟ ينعكس إيجابيا إذا ما وضع طبعا لهذه، طبعا أنا يعني بشكر مجلس الوزراء على أن هو الإجراءات التي اتخذت حتى إصدار هذه الوثيقة كانت محترفة جدا وجيدة وأنفق فيها الكثير من الوقت والمجهود، فينقصها طبعا آلية التخارج، يعني آلية التخارج يجب أن تكون محددة بشكل أكثر دقة في المرحلة القادمة بقى تتحدد بعد وفاة الرئيس. إذا ما نفذت بشكل جيد هذه الآلية سيكون هناك مزيد من المال الخاص، سيكون هناك مزيد من ضخ الاستثمارات الأجنبية. نحن نعرف أن هناك فجوة بين الادخار، معدل الادخار المحلي 6% فقط، نريد أن يصل معدل الاستثمار إلى 20% أو 18% على الأقل حتى نحافظ على معدل نمو مستقر عند 7%، وبالتالي الفجوة أو الفرق بين معدل الادخار البسيط ده وبين ما نريده من الاستثمار يجب أن يملأه الاستثمار الأجنبي في المقام الأول. الاستثمار الأجنبي لا يدخل أي سوق إلا إذا رأى باب الخروج، وإذا رأى أن الدولة لن تزاحمه، باعتبار أن الدولة أكبر من أن تزاحم، دولة كبيرة جدا، حجمها كبير، هزارها تقيل، فيعني الشغل معاها في السوق سواء يعني المستثمر بيجي يا إما بيجي على استثمار قائم منافسا له أو مشاركا له، لكن الدولة يصعب مشاركتها وتصعب منافستها، ففي كل الأحوال بيفضل دائما أن تخف يعني يد الدولة عن هذه الأنشطة، مع استمرار طبعا الدولة في الأنشطة الاستراتيجية والتي يعزف عنها القطاع الخاص وغير ذلك من أنشطة، بعيدا عن طبعا هدف الربح، وده اللي انا قلته للاستاذ رئيس الوزراء في جلسه الاستماع التي عقدها، اول جلسه عقدها في هذا النقاش. يعني 23 هتبقى بدايه واعده لاقتصاد مصر ان شاء الله، يعني مع حل طبعا مشكله الدولار، والنهارده شفنا قرار جيد جدا للبنك المركزي بعوده العمل بالمستندات التحصيل عوضا عن الاعتمادات المستنديه بشكل حصري، مع طبعا كده هيرجع النظام ان المستورد يدفع جزء من قيمه السلعه، يعني على الاقل هيبقى في سهوله في التعامل، يعني كان اجراء الاعتمادات المستنديه بيرهق احيانا المستوردين على الرغم من ان المورد بيبقى راضي، يعني راضي بال 20%، راضي بال، فطبعا ده هيبقى هيسهل الامور، هيحرك المراكب الراكده والسلع اللي هي مكدسه طبعا في الموانئ، تبتدي حركه الاقتصاد. اهم حاجه بالنسبه لنا والدولار كمان انبطح في السوق السوداء، ده كويس، والدولار الحمد لله يعني اذا برضه ما تم يعني مع قدوم الاستثمارات اللي احنا منتظرينها بشكل كبير وخصوصا استثمارات الخليج، اعتقد انها هتحل ازمه كبيره، ومن ثم تبتدي نتحرك، يعني صحيح السنه الجايه على العالم كله هتبقى سنه ليست سهله، لكن مع وجود العزيمه دي ومع وجود هذه المؤشرات الجيده كلها يجب ان نتطلع الى ما هو خير يعني. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي.